موسن داو اللاعب كرة الأمام طويلة لحد خالد التماوي. الهلال بيستنفر كافة الخطوط وتأكسية اللاعب وسامي المرمى هدف حلوة من سيرجيو دي سيلفا. سيرجيو دي سيلفا سجل هدف جميل وقوي على يسار حسن خليفة. هدف حلو 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 من سيرجيو دي سيلفا. كرة رفعت عكسية من خالد التماوي واتلعبت بالراس من سيرجيو دي سيلفا على يسار حسن خليفة واستغل عدم وجود التغطية ولعب كرة بالراس في المرمى. راح نشوفها بالحركة البطيئة. راح نشوف بالحركة البطيئة هدف الهلال الأول اللي سجل في الدقيقة 28 وفي بطاقة حمراء للاعبين. لمين؟ راح نشوف طلع 8 خالد التماوي. خالد التماوي بياخذ بطاقة حمراء وهذه الهدف. شوفوا هنا اترفعت كورة وهنا لعبها بالراس قوية في المرمى.